النهاردة هنبدأ مع قاعدة تفرقة بين الكلمات اليونانية والقبطية. الكلمات القبطية موضوع بسيط معاها والحالات بتاعتها بسيطة. الكلمات القبطية آخر 7 حروف عندنا في اللغة القبطية هما دول النهايات بتوع الحروف اللي بتبقى موجودة في الكلمات القبطية. زي مثلا هنا عندنا كلمة عظيم، عظيم معناها نشتي، حرف الشاي أو قالنا إن دي كلمة قبطية. صغير كوجي، حرف الجنة قالنا إن دي كلمة قبطية. الكلمات اليونانية أكتر من حالة، في 5 حروف بيبقوا موجودين في الكلمة، يعني لو حرف منهم موجود في الكلمة يقول لنا ان دي كلمة يونانية. دي اول حالة عندنا بتاعت 5 حروف، لو ما غما دلتا زيتا اكس يبسي، الغما ودلتا ورا بعض، الزيتا والاكسي شبه بعض في الشكل، يعني عامل حرف ذات كده، والاكسي والابسي شبه بعض في وزن الكلمة فنفتكرهم بكده. زي مثلا عندنا لبن يعني غلا في حرف لام لام، كتابي يعني غروفي في حرف الغمة برضه. تاني حالة هي حالة حرف الإبسلون، حرف الإبسلون ينطق في في وبينطق أو لو يعني هو قبله أوميكرون وبينطق ي، فلو اتنطق ي هنقول زي كثارة كده نقول ان الكلمة دي يونانية. تالت حالة هي حالة النهايات، لو النهايات دي اللي هي الاوس اوس ايس اون اون اي موجودة في الكلمة دي معناها ان الكلمة دي يونانية، ودي اكتر حالة بناخد بالنا منها في الكلمات. زي بحريستوس او بحريستوس، الفرق بينهم هو الايتا واليوتا، اليوتا قصيرة الإيتا طويلة، نقول بحريستوس بحريستوس ينصر. طيب في بقى هنا حالات شاذ، كل قاعدة شواذ. التلات حروف دول اللي هم آخر 3 حروف قلناهم، الـ5 حروف اللي قلنا إن الكلمة دي يونانية، ليهم حالات إن الكلمة نفسها بتكون ذات أصل قبطي، يعني هي اصلا قبطية بس صادف ان فيها حرف الزيتا او الابسي او الاكس، زي ستار اليكس رقم 9 6 ومدرسة يعني انزيب. تمام، برضو حرف الهوري هنا كان من 7 حروف اللي بتيجي في الكلمات القبطية فقط، الا ان احنا ناخد بالنا ان حرف الهوري ممكن يجي قبل كلمة يونانية، قبل كلمة يونانية. تمام، ليه؟ للتعبير عن علامة التنفس الهائي اليونانية، زي هايكون يعني ايقونة، يعني معنى ايقونة ايقون، ودي كلمة يونانية، لكن الهوري اللي في الاول ده حرف للتعبير عن علامة التنفس الهائي اليونانية، لكن ده مش معناه ان الكلمة كلها قبطية، لا دي كلمة يونانية عادي. بس دي خلصت كده قاعدة التفرقة بين الكلمات اليونانية والقبطية. وهنا دي اكيد مصدر سؤال، يعني لابدنا في معنى الكلمة، مثلا هيجيب لك ان دي كلمة قبطية ولا ان هي انت تنشغل بالنقطة دي وتسيب ان هي معناها العربي المكتوب مثلا الحرسين، فده سؤال متوقع يعني.